مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام. مساحة للتواصل والتفاعل معنا في منصة همزة وصل للتواصل عبر الهاتف وكمان عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، واللي بنناقش فيه معاكم ملف من الملفات اللي بتشغل بال حضراتكم سواء على الساحة المحلية أو حتى الساحة الدولية. ما فيش شك مشاهدينا انه النهارده عقد مجلس جامعه الدول العربيه اجتماع غير عادي الحقيقه بالعاصمه القطريه الدوحه، بيضم وزراء الخارجيه العرب. الاجتماع ده لبحث اخر تطورات ومناقشه ملف سد النهضه. ما فيش شك انه موقف العرب الموحد والتوصل لموقف عربي موحد لدعم مصر والسودان فيما يتعلق بملف سد النهضة هيؤثر بشكل إيجابي كبير جدا على موقف البلدين مصر والسودان لضمان حقوقهم المائية وضمان عدم التعنت الإثيوبي المستمر بعد فشل المفاوضات الأخيرة واللي كان بيرعاها الاتحاد الإفريقي بسبب التعنت الإثيوبي. ما فيش شك أيضا أن وزير الخارجية السيد سامح شكري أكد أن كل الخيارات مطروحة أمامنا للتعامل مع ملف سد النهضة، وأنه مصر كمان عندها كل القدرات، تمتلك قدرات كبيرة جدا للدفاع عن نفسها فيما يتعلق بملف سد النهضة. اجتماع مهم جدا، اجتماعات تشاورية لبحث هذا الملف هو ده موضوع حلقتنا النهاردة وسؤال حلقتنا، واللي بننتظر بالتأكيد مشاركات حضراتكم وكمان تعليقاتكم ووجهات نظركم. السؤال بيقول: كيف يعزز التوصل لموقف عربي موحد تجاه أزمة سد النهضة من حقوق مصر والسودان؟ بالتأكيد نحن في انتظار المزيد من المشاركات والتعليقات عبر همزة وصل إي جي، وده الموقع الإلكتروني للمتابعة معنا في برنامج همزة وصل. خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في التقرير اللي هنعرضه لحضراتكم دلوقتي ونبدأ بعده على طول النقاش. التعاطي المصري السوداني بشأن أزمة سد النهضة كان يتعامل بتلقائية وفقا لمحددات القانون الدولي وحسن النية، لكن الموقف الإثيوبي فرض اتجاها نحو التحرك إلى الجامعة العربية للوصول إلى موقف عربي موحد لدعم مصر والسودان ضد التعنت الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة. وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها مصر لجامعة الدول العربية، ولكن هذه المرة طلبت مصر والسودان بعقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بعد زيارة وزير الخارجية ووزير الري المصريين للسودان. وتسعى مصر والسودان إلى اتخاذ موقف عربي واضح ومحدد الملامح والاتجاهات والتوجهات نحو ممارسة الضغوط على إثيوبيا لوقف تعنتها، حيث أرسل وزير الخارجية سامح شكري برسائل قوية إلى إثيوبيا، وهو تعبير سياسي قوي وسياسة يجب أن تعيها إثيوبيا في ظل تعثر المفاوضات. ويرى خبراء أنه تتمثل نتائج الاجتماع في الطلب من إثيوبيا بالاستجابة إلى الطلب الإقليمي والدولي نحو إبرام اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ووقف أي إجراءات أحادية بشأن ملء السد، مما يشكل ضررا على مصر والسودان ويدعم التحرك المصري والسوداني نحو مجلس الأمن، حيث إن لدى مصر والسودان كل الحق في حصولهما على تأييد عربي واسع النطاق. زي ما تابعنا مع حضراتكم في التقرير، اجتماع مهم جدا بالتأكيد هيكون ليه نتائج لصالح الجانبين المصري والسوداني لبحث هذا التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. خلونا نقرب أكتر لتفاصيل هذا الاجتماع، وينضم إلي عبر الهاتف دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور حسن. مساء الخير يا أستاذ حنان، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا دكتور. إذن برأيك كيف يمكن حل هذه الأزمة من وجهة نظرك وأنت أستاذ متخصص في العلوم السياسية، خاصة بعد هذا الاجتماع الخاص بجامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب؟ شوفي، يعني خلينا نبدأ من النقطة الصحيحة وهي توصيف هذا الاجتماع وهذا اللقاء الطارئ. حقيقة يعني هو بيعكس من وجهة نظري حالة من التضامن العربي الضروري والحتمي المساند لدولتي المصاب مصر والسودان، والحقيقة بتأتي أهميته على أكثر من مستوى يا أستاذ حنان. المستوى الأول هو مستوى الموضوع، لأنه كما تعلمين هو يناقش قضية وجود، هي قضية الأمن المائي المصري السوداني اللي هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وأعتقد أنه يعني إجماع الدول العربية على بحث هذا الأمر وبحث سبل حله من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لإدارة وتشغيل
سد النهضة أعتقد أنه بيعكس هذه الحقيقة بأن الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومكون أساسي فيه. الرسالة الثانية الحقيقة اللي بيبعث بها هذا الاجتماع أن مصر والسودان لا تقفان وحدهما في الميدان، وإنما هناك دعم ومساندة عربية للتحركات المصرية السودانية التي سبقت قبل أيام. ويمكن أنا أذكر حضرتك حتى بالخطاب الذي أرسلته مصر إلى مجلس الأمن لشرح القضية، ويمكن ده الحقيقة هيكتسب أهمية كبيرة ويدعو مجلس الأمن لممارسة أدواره ووظائفه في حفظ السلم والأمن، لأنه ما تمارسه إثيوبيا كما تعلمين من ممارسات انفرادية تهدد ليس فقط الأمن المائي لمصر والسودان، وإنما تهدد الأمن في منطقة القرن الإفريقي، وهو أحد وظائف مجلس الأمن أن يحافظ على السلم والأمن في مناطق التوتر المختلفة. فأعتقد إذن دكتور حسن كيف تنظر لموقف مصر منذ شهور ماضية بعرض الموضوع على الساحة الدولية، عرضه على مجلس الأمن حتى يتم السماح لكل الأطراف بإعطاء وجهات نظرها تجاه المجتمع الدولي؟ شوفي، ما وصلنا إليه اليوم يعني هو تتويج لنجاح الدبلوماسية المصرية الكف في عرض القضية وعدالة هذه القضية وإقناع الأطراف المختلفة عربيا ودوليا بعدالة القضية المصرية والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل. أظن أنه هذا الدعم العربي والمساندة العربية وما نشهده الآن من حتى مساندات دولية أعتقد أنه هو انعكاس للتحركات المصرية التي استمرت عبر الأيام الماضية سواء في على مستوى الإفريقي أو حتى على المستوى الدولي، ونجاح مصر في عرض هذه القضية بصورة شفافة أظهرت الحقيقة المرونة المصرية الكاملة، وأظهرت سياسة النفس الطويل في مقابل التعنت الإثيوبي، أظهرت أيضا توظيف إثيوبيا لمسألة سد النهضة لأغراض سياسية داخلية محضة، في مقابل أن مصر تحاول أن تحافظ على وجود المصريين وعلى حق المصريين في الحياة. أعتقد أنه ما نشهده الآن هو تتويج ونجاح حقيقي لممارسات القيادة السياسية المصرية. إذا وصلت الفكرة بالتأكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، كنت معي عبر الهاتف. إذا مشاهدينا ننتقل معكم الآن على الهواء مباشرة لمتابعة كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الأوروبية الأمريكية. إلى هناك. حياة مواطنينا وحياة العالم برمته، وأعتقد أنه ينتظرنا الكثير من العمل، وخصوصا الفئات الشابة التي تنتظر منا الكثير، فالجيل الشاب هو أكثر تعلما والأكثر تعلما مثلا في التاريخ الأمريكي، هو الأكثر انفتاحا والأكثر التزاما بقضايا مثل مواجهة التغير المناخي. علينا إذن أن نضع السياسات واللوائح التي ستساعدنا على الاستفادة من هذه الخبرات التعلمية والتعليمية، وأعتقد أن هذا كله يجلب لنا فرصا عظيمة. وبهذا أختم كلامي وأترك المجال للنقاش. إذن كان هذا جانب من حديث الرئيس جو بايدن طبعا على هامش هذه القمة مع المسؤولين الأوروبيين. إذن مشاهدينا تابعنا جانبا من كلمة رئيس الأمريكي جو بايدن خلال القمة الأوروبية الأمريكية. إذن مشاهدينا تم عرض مجموعة من النقاط أبرزها قضايا التغير المناخي وإلى أي مدى الولايات المتحدة في استعداد لمواجهة هذا التغير على كل الأصعدة وكل المستويات. إذا مشاهدينا لسه مكملين معاكم حلقتنا في برنامجكم همزة وصل، واللي بنناقش فيه مجموعة من القضايا، وملف حلقتنا النهاردة واللي بنناقشه مع حضراتكم هو ملف سد النهضة على إثر الاجتماع الخاص بوزراء الخارجية العرب لمناقشة ملف سد النهضة. طيب زي ما تابعنا مع حضراتكم ضيوفي عبر الهاتف وتحليلاتهم، خلوني أرجع مرة تانية لمواقع التواصل الاجتماعي ونشوف آخر المستجدات وآخر تعليقات حضراتكم ومشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. على طول هروح معاكم نتعرف على هذه التعليقات.
أول تعليق معانا محمد إناوي عاشور بيقول لنا في رسالته: سوف يعزز التوصل لموقف عربي موحد تجاه أزمة سد النهضة من خلال حقوق مصر والسودان، موقف القومية العربية والإفريقية اتجاه أحادي من دولة إثيوبيا في بناء سد النهضة هيؤثر بالطبع سلباً على مصر والسودان بالتحكم الدولي وعدم الهيمنة المائية والزراعية، وهو أمر لا يمكن الوقوف أمامه بصمت لأنه بيتعلق بالحياة والحاضر والمستقبل، وعلينا أننا نتحلى بالحلول السلمية بإعادة تدوير المياه واستخدام مياه مخرات السيول وتحلية مياه البحر والمياه الجوفية. مش بس كده، كمان نرشد في الاستخدام ونتبع الري الحديث بالتنقيط والصوب الزراعية، وعلى إثيوبيا إنها تفعل ما تشاء لأنه مصر محفوظة بأمر الله، مصر كمامة الله. طيب معنا كمان مشاركة من الأستاذ وفيق الغمري بيقول لنا في رسالته: تستطيع الدول العربية لو اجتمعت على دعم مصر والسودان ولو تحقق الكثير من الضغط الاقتصادي على إثيوبيا، فهيكون في مليارات من الاستثمارات الخليجية في إثيوبيا، وفي كمان عمالة إثيوبية بتعمل بدول الخليج تقدر بالملايين. حان الوقت لوقوف العرب مع مصر والسودان كما وقفت مصر مع الدول العربية طوال تاريخها. طيب خلونا نشوف مشاركة تانية من دكتور عبد الراضي حجازي، هو الحقيقة صديقنا الدائم في همزة وصل، بيقول لنا في رسالته: ده بالنسبة لموضوع سد النهضة، ده شيء مهم من الجانب الاتحاد الإفريقي أولا، والجانب الآخر هو الجانب العربي، وده علشان توحيد قرار حاسم تجاه أزمة سد النهضة من حقوق مصر والسودان، لأنه المياه حق أصيل لحقوق الإنسان، والقرارات الصادرة سلفا لا تغني لحق أصيل للبلدين. عشان كده احنا بنأمل ان يتم وضع حد علشان نحافظ على حقوق مصر والسودان فيما قرر من اتفاق في هذا الشأن، ووفق الله الجميع في جمع يعني وحل هذه الأزمة المهمة جدا. طيب معانا عنصر نسائي، مشاركة من الأستاذة ماهد عبد الفتاح بتقول لنا في رسالتها: السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذة ماهد. لا أرى أمام مصر والسودان حل في الوضع الراهن إلا الاستعداد لمواجهة المخاطر من احتمالية سقوط السد، وإن شاء الله تسمح باستيعاب حجم مياه سد النهضة دون الأثر السلبي على سدود السودان المتهالكة وتعريض مصر والسودان للأخطار الجسيمة. ممكن حفر نهر جاف بطول حدود السودان مع إثيوبيا يستوعب تلك المياه مع عمل تفريعات ليه، وطبعا كل الأشياء دي ممكن تكون سبب في حل أزمة سد النهضة. ويجب أن نعلم أن الحلول السياسية طويلة الأجل، خاصة في ظل مساندة إثيوبيا من دول عظمى، وإن كانت مصر تحاول توفير احتياجاتها من المياه في فترة ملء السد سواء بالتحلية أو بإعادة الاستخدام، فلازم أننا نستعد كويس جدا للمخاطر الأكثر احتمالية وهي سقوط سد النهضة، والتعاون مع مصر وإفريقيا في قطاع الري والزراعة. إذن مشاهدينا، دي كانت بعض المشاركات والتعليقات من حضراتكم. بالتأكيد أنا في انتظار المزيد من المشاركات على مدار الحلقة عبر همزة وصل إي جي. خلونا نرجع مرة تانية لمتابعتنا الهاتفية وضيوفي عبر الهاتف. ينضم إلي عبر الهاتف السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. مساء الخير معالي السفير. أهلا بحضركم السادة المشاهدين. يعني وأنت مختص تحديدا فيما يتعلق بالشؤون الإفريقية، إذن اتفاقيات برعاية الاتحاد الإفريقي فشلت بسبب التعنت الإثيوبي، من وجهة نظر حضرتك كيف ينجح تحقيق موقف عربي موحد في دعم مصر والسودان للحصول على الحقوق المائية؟ لا شك أن الاتحاد الإفريقي لم يصل إلى النتيجة المرجوة أو الأمل المنشود، لأن دوره اقتصر على أن يكون راعياً وليس وسيطا، وبقت كافة المحاولات وفشلت في إقناع إثيوبيا بدور وساطة سواء كانت رباعية أو من أطراف المراقبين أو باقتراحات أخرى، آليات أخرى عديدة وردت في اتفاق إعلان المبادئ يخص كيف يتم حل النزاع وديا
طبقا لما ورد في هذا الاتفاق وطبقا في القانون الدولي، ولكن للأسف الشديد رفضت أثيوبيا أي من هذه الاقتراحات وأي دور آخر للوساطة. لكن في نفس الوقت يعني نستطيع أن نقول أن الأمر لم يعد في إمكانية الاتحاد الأفريقي أن يتقدم ما لم يحدث تغير جوهري في موقف الأثيوبي. طيب برأيك معالي السفير، برأيك معالي السفير، يعني في تصريح مهم جدا لوزير الخارجية السيد سامح شكري أنه كل الخيارات مطروحة أمام مصر، وأن مصر فعلا عندها كل القدرات اللي تؤهلها للحصول على حقها المائي، كيف تنظر لهذه التصريحات؟ هذا طبعا يعني مصر لجأت إلى المجتمع الدولي وتحركت على المستوى الثنائي والمتعدد، سواء كان الاتحاد الأوروبي، سواء من قبل ذلك الاتحاد الافريقي، ثم مجلس الامن من قبل والان، والان تحركت الى الجامعه العربيه. الجامعه العربيه نحن نعلم ان الدول العربيه لها دور حيوي في حزب الامن والسلم في المنطقه العربيه وفي منطقه البحر الاحمر، اتصالا ايضا بالمنطقه الافريقيه. نحن الان امام موقف يهدد السلم والامن الدولي، وبالتالي يمكن ان يكون هناك تهديد لهذه المنطقة الحساسة، منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وبالتالي يجب أن يكون هناك موقف عربي داعم لكل من مصر والسودان، بعد أن بذل كافة الجهود وتم يعني اللجوء إلى كافة الوسائل والآليات لفض النزاعات طرق السلمية، وآخرها أنها لجأت إلى الأمم المتحدة وتلجأ الآن إلى الجامعة العربية لدعم الموقف السوداني والمصري فيما يتعلق بإمكانية عدول أثيوبيا عن موقفها، وضرورة أن يكون هناك يعني موقف يراعي القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة والتي تجنب أي ضرر جسيم، وأيضا تحقق نوع من استخدام المنصف والعادل في إطار اتفاق قانوني ملزم لعملية ملء وتشغيل السد. وأن الحديث عن الموقف المنفرد وفرض الأمر الواقع وأمر يخالف القانون الدولي والمواثيق والاتفاقات الدولية، ومن هنا تطلب مصر والسودان موقفا داعما من الجامعة العربية لهذا الموقف السوداني المصري، لضرورة التوصل من خلال الحلول السلمية والضغوط الدولية والضغوط العربية، خاصة أن الدول العربية كثيرة تستطيع أن تلعب دورا حيويا في هذا الصدد تجاه أثيوبيا وعلى المستوى الإقليمي والدولي، لدفع أثيوبيا نحو التوصل إلى هذا الاتفاق، وإلا إذا لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى خيارات أخرى فهذا أمر مطروح، وستدعم الجامعة العربية الخيارات التي ستلجأ إليها مصر والسودان إذا تعذر التوصل إلى هذا الاتفاق قبل الموعد المحدد لملء وتشغيل السد أو الملء الثاني بمعنى أدق. نعم معالي السفير، واحنا لسه بنتكلم عن اثيوبيا تحديدا، يعني كيف تنظر لفكره التهاون مع الازمه الخاصه بسد النهضه من الجانب الاثيوبي، واعتبار انه سد النهضه كانه نهر داخلي خاص بدوله اثيوبيا وبتتهاون بالدول الاخرى اللي بتعتبر ايضا من الانهار العابره؟ لا شك اثيوبيا للاسف الشديد ينطلق موقفها من يعني موقف لا يتفق القانون الدولي ولا الاتفاقات الدولية. النهر النيل الأزرق نهر دولي بامتياز، هناك أكثر من دولة متشاطئة عليه، ويحكم في هذا الصدد المادة 5 و6 و7 من القانون الدولي. السيادة على النهر الدولي سيادة مشتركة وليس سيادة منفردة كما تمارس أثيوبيا، وبالتالي هناك خطأ استراتيجي في الرؤية الأثيوبية إن تنظر إلى النهر إلى النيل الأزرق كنهر داخلي وهو ليس بذلك، تنظر إليه أنها سيادة منفردة وهي ليست سيادة منفردة وإنما سيادة مشتركة، وبالتالي الحديث عن يكون نهر النيل الأزرق بحيرة أثيوبية هو يعني أمر جد خطير يهدد الأمن والسلم الدولي، يهدد حياة ووجود كل من مصر والسودان، ويسبب أضرار جسيمة، ويعد في هذا الصدد نوع من انواع العدوان الذي يتعين على كليهما درءه بكافه الوسائل والطرق، سواء باللجوء الى الامم المتحده في اطار ميثاق في الفصل 7 او في اطار التحرك بخيارات اخرى كما اشار السيد وزير الخارجيه لدرء هذا العدوان. وانا بقول ها عدوان، نحن لا نهاجم اثيوبيا وانما ندافع
عن وجود وحياة شعب ودولتين. نعم. طيب سؤالي أيضا لحضرتك، يعني كيف تنظر للخطوات اللي اتخذتها مصر والسودان على أرض الواقع من أجل توحيد الرؤى والوصول لحل موحد أمام المجتمع الدولي للتوصل لحل بخصوص سد النهضة؟ مصر والسودان في الحقيقة وبكل صراحة ووضوح لجأت إلى كل الوسائل والآليات الخاصة بسد أي نزاع بالطرق السلمية، ومنها ما ورد في إعلان المبادئ عام 2015 في مادته العاشرة، لجأت إلى الوسائل الخاصة بهذا بالآليات الواردة فيه، ولكن للأسف الشديد أثيوبيا رفضت أي منها في انتهاك واضح لهذا الاتفاق. أيضا لجأت إلى الوسائل والآليات الموجودة في القانون الدولي، وهي آليات معروفة على سبيل الحظ لفض النزاع أيضا بالطرق السلمية، ومع ذلك رفضتها جميعا أثيوبيا، وأصرت على أن تظل الاتحاد الأفريقي في رعاية للأزمة وليس وساطة أو حتى ميسرة. وبالتالي مصر لجأت والسودان إلى كافة الوسائل لحد لفض النزاع بالطرق السلمية، ومع ذلك الموقف الأثيوبي في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية رفض أي منها، وبالتالي وصلنا إلى طريق مسدود مع الاتحاد الأفريقي. نحن الآن انتقلنا إلى خطوة الأمم المتحدة مجلس الأمن، وأعتقد السودان ستلجأ إليها، خاصة هناك تنسيق مصري سوداني متفق عليه مؤخرا، ولا يكون هناك أيضا حتى انفراد لأثيوبيا في التفاوض مع دولة منهما منفردة، فلجأنا إلى مجلس الأمن في إطار الفصل السابع والمادة 51 التي تستوعب الدفاع عن النفس، طالما أن كافة الوسائل والطرق السلمية لم تفضي إلى حل إلا إذا نجح مجلس الأمن والمجتمع الدولي في حد أثيوبيا من تصرفاتها الأحادية وتغيير موقفها بشكل جذري تلتزم فيه بالمواثيق والقوانين الدولية، وتتجنب تماما أي أضرار جسيمة لمصر والسودان، سواء كان ذلك من خلال يعني قرارات واضحة ملزمة من مجلس الأمن تؤدي إلى تحقيق الاتفاق المنشود باتفاق قانوني ملزم منصف وعادل لملء وتشغيل السد، وليس بالتأكيد فقط، وليس جزئيا وليس مرحليا أيضا. إذن اتفاق ملزم، اتفاق ملزم واتفاق قانوني، نقنن التصرف الأحادي. إذن يجب أن يكون الاتفاق ملزم قانونيا، وأيضا يكون في حسن نية لهذا الاتفاق. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف بسيادة السفير صلاح حليمة، وأنت نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، شكرا جزيلا لك. طيب خلونا ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور زكي البحيري خبير الشؤون الإفريقية. مساء الخير دكتور زكي. أهلا، مساء الخير. يعني دكتور زكي، وأنت مختص تحديدا في الشؤون الإفريقية، هناك مفاوضات من قبل الاتحاد الإفريقي، لكن للأسف المفاوضات دي تعثرت بسبب التعنت الإثيوبي فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة. يعني برأيك إلى أي مدى ممكن يؤثر الموقف العربي الموحد والتكاتف العربي في حلحلة الأزمة؟ يعني هو طبعا الحكومة الإثيوبية يعني مستمرة عبر 10 سنوات من التفاوض اللي ينقطع فترة ويتصل فترة أخرى، يلجأوا مرة للاتحاد الأفريقي، ومرة يلجأوا للأمم المتحدة، ومرة يلجأوا للولايات المتحدة الأمريكية وتوسيط البنك الدولي وكذلك وزير الخزانة الأمريكي لكي يصلوا إلى حل في هذا الموضوع، وفي اللحظة المناسبة تنسحب إثيوبيا ولا توقع على الاتفاق اللي كان توصلوا إليه في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هنا مصر قامت بأنها توصل صوتها إلى مناطق مختلفة وإلى أقاليم مختلفة وإلى دول مختلفة في أفريقيا، باعتبارنا قارة واحدة، وباعتبار أن الاتحاد المفروض أن الاتحاد الأفريقي يجمعنا ويحل مشاكلنا، ومن المعروف بطبيعة الحال أن أي دولة تكون في منابع الأنهار لابد أنها يعني تتفق مع دول المصب على أي مشروع من المشروعات
سدود أو تحويل مياه أو توليد كهرباء مع دول مصاب، وهذا لم يحدث من جانب إثيوبيا. دلوقتي يعني خلافا للتحرك المصري اللي يعني من جانب وزير الخارجية سامح شكري في اتحاد جنوب أفريقيا وفي دول القمر في مناطق مختلفة، ووصول الرئيس إلى جيبوتي لكي يوضح مواقف مختلفة خاصة بنا، والأمر واضح بالنسبة لدول زي أوغندا وزي تشاد وزي نيجيريا. دكتور زكي، يعني ما فيش شك انه مصر على مستوى العالم كله عرضت وجهات نظرها خلال الاشهر الماضيه، تحرك مصري كبير جدا وجهود ملحوظه لمصر امام المجتمع الدولي لتوضيح الصوره، لكن في المقابل خلينا نقول انه اديس ابابا في حاله من التعنت وحاله من التفاوض، نقدر نقول انه تفاوض بلا نهايه. كيف تنظر لحجم التعنت الاثيوبي والمفاوضات الممتده بلا نهايه؟ المفاوضات بلا نهاية هذه لعبة لعبتها تركيا في مواجهة سوريا والعراق. لما كانوا بيتكلموا على سد أتاتورك العظيم وتأثيره على مياه نهر الفرات ومؤثر على دولتين كبيرتين في المنطقة العربية، أثر عليهم بالسلب بدرجة. هذا الأمر لا يمكن على الإطلاق مصر متنبهة إلى مثل هذا الكلام، وإن لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل لا يرضي جميع الأطراف ولا يضر بأي طرف مهما كانت، وإنه يحافظ على حقوق مصر المائية وحقوق السودان التي هي موجودة عبر آلاف السنين. جاي النهاردة تقطع حياتي ورزقي، ده اللي هو الحياة بالنسبة لمصر وبالنسبة للسودان أيضا. النهاردة يعني موقف الدول العربية مثلا لما عقد يعني الاجتماع اللي هو منعقد في الدوحة على مستوى وزراء خارجية الدول العربية في قطر، أعتقد أن هم دلوقتي مجمعين على أن هناك موقف عربي واحد على مستوى كافة الدول العربية طبعا، وفي إصرار على طلب كل من مصر والسودان بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم قانوني زي ما إحنا بنكرر هذا الكلام ونقوله بين جميع الأطراف، وان نحافظ على حقوق المائيه لهذه البلدان، وحتى الاتفاق كمان فيما يتصل بحجم المياه المنتظر تخزينها في السد والسنوات اللي ممكن ان تمتد عليها عمليه التخزين وكميات التخزين السنويه وهكذا. يعني هذا الامر لابد ان يكون هناك اتفاق بخصوصه، لان طبعا هذه حقوق ليست حقوق مصر المائية فقط، هي حقوق مصر وحقوق السودان وحقوق البلدان العربية. دكتور زكي، يعني دايما رئيس عبد الفتاح السيسي بيؤكد انه عدم الوصول لاتفاق بخصوص سد النهضة هيؤثر على المنطقة بشكل عام وهيؤثر على استقرار المنطقة، يعني كيف ينظر المجتمع الدولي وهل يعي المجتمع الدولي بخطورة الموقف؟ طبعا هو هنا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستشرف المستقبل، وانه يخشى ان تضطر مصر والسودان انهم ياخذوا موقف شديد في مواجهه اثيوبيا. في الحاله دي سوف تشتعل حرب في المنطقه، وهذا لا نتمناه. نحن نريد ان نحل المشاكل بيننا وبين بعض عن طريق الاتفاق والتفاهم والسلام دون ان نلجا الى استخدام القوة، لكن اللجوء إليها قد يكون في لحظة معينة، لأن المياه بالنسبة لمصر حياة وموت، ولا يمكن أنها تتنازل عن حقوقها المائية لأي حال من الأحوال. طيب دكتور زكي، يعني اجتماع وزراء الخارجية العرب هو يعتبر الاجتماع التشاوري الأول، وزي ما احنا عارفين أنه بيبقى فيه اجتماعين سنوياً، إلى أي مدى إحنا فعلا محتاجين هذه الاجتماعات الخاصة بوزراء الخارجية العرب لمناقشة الملفات، كل الملفات والملفات الإقليمية تحديدا؟ يعني بطبيعة الحال أن مثل هذه الاجتماعات اللي بتتم بهذا الشكل هي ضرورية بالنسبة للقضايا العربية، مثلا بالنسبة للقضية الفلسطينية وما حدث من الحرب اللي أشعلتها إسرائيل
في مواجهة غزة والتدمير الكبير جدا اللي حصل لأماكن وصحفيين وبشر وناس ماتت وناس كذا. كل مثل هذه القضايا العربية يجب أن تجتمع الجامعة العربية وتكون نشطة في أنها وإيجابية تجاه القضايا التي تعن وتلفت في المنطقة العربية، لأن إحنا في منطقة دايما فيها قلق ودايما فيها مشاكل بطبيعة الحال، فلابد أن نكون على مستوى هذه المشاكل وعلى مستوى أداء دورنا للحفاظ على مصالحنا والتصدي لأي تعدي أو مواجهة في المنطقة العربية خاصة بأي بلد من البلدان العربية. طيب دكتور زكي، أيضا أهمية الوصول لموقف عربي موحد ودعم الدول العربية الشقيقة والصديقة للموقف الحالي لملف سد النهضة، خاصة دعم الجانبين المصري والسوداني أمام المجتمع الدولي، أهمية ده للوصول لحل الأزمة. ده شيء مهم جدا بطبيعة الحال. البلدان العربية لابد أن تكون على قلب رجل واحد، وهو في الدوحة ويعني وزراء الخارجية كلهم على نفس هذا المستوى من الاهتمام. ربما جيبوتي يعني مثلا هي قريبة من، وهي دولة عربية أيضا، إنها قريبة من إثيوبيا ولها مصالح معها، لكن لابد أن يكون هناك توازن بالحفاظ على المصالح العربية ومصالح الخاصة بسد النهضة. لازم يكون في اتفاق، لأن هذا الاتفاق كمان يوضح أمام العالم كله وأمام المجتمع الأفريقي والدول الأفريقية المختلفة، لأن مصر عملت كل ما في وسعها وما يمكن أن يقدم أنها توصل للعالم خطورة الموقف، وأن ضرورة الوصول إلى تفاهم، وأن القانون الدولي بيقول كده، وإحنا مع القانون الدولي ومع النظم الدولي ومع النظم الدولية ومع الحقوق التاريخية للدول، كما هو الأمر في كثير من أنهار العالم، نهر الدانوب، نهر السنغال، في نهر الميكونغ في جنوب شرق آسيا، في منطقة الهند الصينية وهكذا. فإحنا طلباتنا هي مثل طلبات التي يطلبها كل الدول اللي موجودة على نهر واحد ويسمى نهر دولي. إذن هو حق مشروع لدولتي المصب والمنبع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور زكي البحيري خبير الشؤون الإفريقية، كنت معي على الهواء مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طيب مشاهدينا، خلونا نشوف آخر المستجدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن سؤال حلقتنا النهاردة والملف اللي بنناقشه مع حضراتكم. على طول نروح نشوف آخر التعليقات. معنا أستاذة رشا بتقول في مشاركتها المفاوضات اللي بيرعاها الاتحاد الإفريقي بين مصر والسودان وإثيوبيا حول أزمة السد الإثيوبي بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم وعادل يراعي مصالح كل الأطراف وينظم عملية ملء وتشغيل السد بعيدا عن الإجراءات أحادية الجانب بشكل يحافظ على الحقوق المائية لمصر والسودان. ده كان رأي أستاذة رشا. طيب معنا كمان مشاركة من عبد الله نصر بيقول الموقف العربي الموحد يعزز الأمن لحماية الأمة العربية من كل شر. طيب خلينا نشوف وجهة نظر تانية من أم عمر الشيخ بتقول شيء جيد إنه يكون كل العرب إيد واحدة والضغط على إثيوبيا علشان تتراجع عن ما تفعله من الاستحواذ على مياه النيل وتحيا مصر. طيب من رأي أم عمر مشاهدينا بالتأكيد تحيا مصر في كل الأحوال والظروف. وده كان ملفنا اللي ناقشناه مع حضراتكم النهاردة من همزة وصل. بالتأكيد غدا بإذن الله ملف جديد وقضية جديدة هنناقشها معاكم ومنصة جديدة للتواصل والتفاعل عبر همزة وصل. إلى اللقاء.